عندي هوس اهل البيت. اي اهل البيت الاسم بالخير. رحيم جابر شاهر. زياره مقبوله ان شاء الله. ونعزي صاحب الزمان عصر الزمان استشهاد الامام السجاد عليه. ونعزي الامه الاسلاميه كافه استشهاد الامام. اليوم الايام القريبه جاي الاربعين يوم نعم. الامام الحسين بارك الله فيك. شو تحب تقول للعراق؟ انا اقول طبع بي طبع بي من احوس لك يا ابو السجاد قفي عن باب بيثايه. والراي اللي يقول حسين ابد ما ينخلف رايه. ابو فاضل واخوته حيود على الكلفات قضايه. علي الاكبر بحر ما ينعبر مايه. حبيب وجون وابن القين والحر الرياحي بعجهم راحت هوايه. هاو الزهرة سولف بيهم. هاو الزهرة سولف كلهم خوش ازلام الزهرة سولف بيهم. واشكرك حبيبي حبيبي. من يابو كانت؟ انا من غماس من الديوانيه. من غماس من الديوانيه. مشاهدينا الاعزاء طبعا قناه الايام الفضائيه في كل محافظات العراق اليوم متوجهين الى زياره الامام الكاظم عليه السلام بذكرى مناسبه طبعا استشهاد الامام السجاد سلام الله عليه. ان شاء الله. ابو من؟ انا ابو رقيه. ابو رقيه تحياتنا لك. اشكرك حبيبي. سلامه وتحياتنا للديوانيه. عزيز انت اخ عزيز. على والله العظيم اخ عزيز. تشرف.